حرق المطارات والمؤسسات الحكومية والمدنية أصبح كعادة سنوية للمجموعات المسلحة والميليشيات الإرهابية بالمنطقة الغربية التي بدأت نيرانهم من مطار معيتيق الدولي بطرابلس إلى المقرات الأمنية في صبراتة حتى وصلت نيرانهم إلى صلة المغادرة بمطار مصراتة، حيث أكد شهود عيان اشتعال النيران وتصاعد أعمدة الدخان في صلة المغادرة بمطار مدينة مصراتة، فيما أفادت مصادر مطلعة أن إشعال النار بصالة المغادرة جرى بفعل فاعل. وترددت أنباء عن نشوب الحريق لرغبة أهالي مصراتة في إيقاف المطار عن العمل، وذلك بسبب تفشي وباء كورونا بشكل كبير بالمدينة خلال اليومين الماضيين بفعل حركة الأتراك والمرتزقة من وإلى مطارات مصراتة، غير أن مصادر أخرى توقعت فريضة التماس كهربائي أو تواطؤ جهة معينة على خلفية إحراق الصالة وتعطيل الملاحة بالمطار. وقالت بعض مواقع التواصل الاجتماعي إن حريقا نجم عن تفجير عبوة ناسبة في الصالة لإيقاف المطار عن استقبال المرتزقة وغيرهم الذين ترسلهم تركيا إلى ليبيا عبر مطارات مصراتة. وفي ذات السياق تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة مسربة يعود تاريخها إلى ديسمبر الماضي، موجهة من قبل النائب بما يسمى بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق إلى رئيسه فايز السراج، يطالبه فيها بتعديل عقد صيانة صالة المغادرة بمطار مصراتة والمتعاقد عليها مع شركة الجمل للمقاولات العامة بقيمة إجمالية قدرها 7,840,000 دينار ليبي. واعتبر معيتيق حينها بأن أهمية المشروع واحتياجات المطار لأعمال تنفيذ محطة ركاب متكاملة بدلا عن أعمال الصيانة. ويرى معيتيق بحسب كتابه المحرر باسمه وتوقيعه بأن يتم إصدار قرار من المجلس الرئاسي يوافق فيه لوزارة المواصلات بإبرام ملحق عقد لعقد مشروع صيانة صالة الركاب بمطار مصراتة، حيث يكون العقد إنشاء محطة ركاب متكاملة وبقيمة الإجمالية لتنفيذ المشروع. فيما أفاد مراقبون بالمنطقة الغربية أن أصابع الاتهام الأولى تشير إلى نائب السراج أحمد معيتيق، وتستخدم تركيا مطارات وموانئ مصراتة المدنية والعسكرية في نقل المرتزقة والسلاح من تركيا إلى ليبيا ووصول العديد من المرتزقة الذين بلغ عددهم أكثر من 17,000 من جنسيات مختلفة ومعظمهم من الجنسية السورية المخرطين في عصابات وتنظيمات إرهابية موالية لتركيا. لقناة ليبيا الحدث، أبو بكر يحيى.